عقبة جديدة تربط عسير بجازان بتكلفة 6 مليارات ريال، ومطار أبها الجديد سيتسع ل8 ملايين مسافر، وجسر الملك فهد يسجل رقما قياسيا لم يتحقق منذ 33 عاما. وتتابعون معنا هذا المساء: صرفت ولم تصرف، هكذا تعود للواجهة أو يعود للواجهة موضوع ملف شيكات سيارات ذوي الإعاقة. أهلا بكم. مساكم الله بالخير وحياكم الله في حلقة جديدة من برنامجكم يا هلا، نلقي فيها الضوء على أبرز ما جاء في المشهد السعودي. بتوجيه من سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، أعلن الأمير تركي بن طلال بن عبد العزيز أمير منطقة عسير خطة الاستكمال للمشروعات الأساسية لمنطقة عسير، وذلك بحضور وزير الصحة ووزير الشؤون البلدية والقروية المكلف ومعالي وزير النقل. وتعد تلك المشروعات رافدا مهما وبنية أساسية لاستراتيجية تطوير منطقة عسير التي يجري إعدادها حاليا، حيث شملت المشروعات عقبة جديدة تربط عسير بجازان بتكلفة 6 مليارات ريال، ومطار أبها الجديد الذي سيتسع ل8 ملايين مسافر. هذه الصور المرافقة التي رأيناها كانت من إعلان اليوم هذه المشروعات الكبيرة جدا. هنالك يعني نقطتين: النقطة الأولى أنه يعني منطقة عسير مقبلة يعني على نهضة تنموية كبيرة جدا تستحق هذه المنطقة بوصفها مصيفا مهما وواحدة من أهم المناطق اللي حقيقة ننتظر يعني أن تتألق سياحيا بشكل كبير جدا. النقطة الثانية حقيقة هي تحية وشكر لوزارة النقل ولما أعلنت عنه من مشروعات ولما قدمت من مشروعات كبيرة جدا. اليوم نتحدث على هذا المشروع العقبة اللي تربط عسير بجازان أو جازان بعسير، واللي يعرف المنطقة هناك يقدر كثيرا كيف يمكن لمشروع حيوي واستراتيجي وجوهري ونوعي كبير مثل هذا كيف يمكن له أن يحقق كثير من الفوائد ومن الأهداف. شوفوا، احنا في برنامج يا هلا في كثير من الحلقات كنا نطرح الخدمات التي نتمنى من وزارة النقل أن تساهم في تطويرها بشكل أكبر وبشكل أسرع فيما يتعلق بالطرق الضيقة، بحوادث الطرق، بإجراءات السلامة، ونطرح هذا الموضوع كثيرا. عودناكم في أهل دائما وأبدا من باب الشفافية والإنصاف والمهنية أنه في المقابل إذا كان هناك أداء مبهج ومشرف وجميل لأي قطاع أو لأي وزارة أن نضيء في المقابل هذه الجهود المميزة. وبالتالي اليوم يحتم علينا الإنصاف أن نقول شكرا لوزارة النقل على هذه المشروعات الجبارة بلا مبالغة. يعني طرق بهذه القيمة المادية إذا نفذت كما يجب فخيرها ومنفعتها وفائدتها يعني ستعم على كثير جدا. فيجب أن نقول شكرا لأن الوزارة بادرت إلى هذه الحلول، إلى هذه المعالجات، إلى هذا التطور الذي نحتاجه اليوم كثيرا. شكر آخر أيضا يجب أن يكون من باب الإنصاف والعدالة والمهنية إلى معالي وزير النقل الدكتور نبيل العمودي. لماذا؟ لأن هذا الرجل وعد فأوفى في أكثر من تصريح وفي أكثر من لقاء، كان يعد بأكثر من أمر، كان يعد بمعالجة الأشياء السلبية اللي موجودة في الطرق وهو الآن يحقق وعوده، وكان يعد بنقلة تطويرية على مستوى ربط الطرق ببعضها وعلى مستوى إحداث الجديد في موضوعات النقل، واليوم نشهد هذه الوعود حية منفذة. كل الذي نرجوه أن يستمر هذا التقدم وأن يستمر هذا التطور. نعم هناك ملحوظات على بعض الطرق، ولكن في المقابل هناك منجز حقيقي تقدمه اليوم وزارة النقل، يجب أن نحييها عليه وأن نقول شكرا وزارة النقل، شكرا معالي الوزير، وبإذن الله أن القادم سيشهد جمالا أكبر.
بعد الفاصل. كمل. سجل جسر الملك فهد رقمين قياسيين جديدين يوم أمس السبت 7 مارس للمسافرين منذ افتتاحه، فقد سجل أعلى رقم عبور باتجاه السعودية منذ افتتاحه عام 1986، وكذلك سجل أعلى عدد مسافرين في كلا الاتجاهين بعدد 119,291 مسافرا. للحديث أكثر حول هذه الأرقام وحول هذه الإحصائيات وحول الخدمات المقدمة على الجسر، يسعدني أن ينضم إلي عبر الهاتف الآن المهندس عماد المحيسن، وهو مدير عام المؤسسة العامة لجسر الملك فهد المكلف. مهندس عماد، حياك الله معنا في أهلا، وشكرا لتجاوبك مع دعوة البرنامج. حياكم الله وأنا سعيد بهذه الاستضافة. أهلا بك مهندس. أول شيء خلينا نفصل الرقمين القياسيين. الحين عندنا رقم لعدد العابرين من البحرين باتجاه السعودية، وعندنا رقم قياسي آخر للي عبروا في الاتجاهين، صحيح كذا؟ هذا صحيح. طيب الأرقام بالضبط يعني عشان نحط المشاهدين في الصورة. والله هي ما تحضرني، بس أتوقع أنه الرقم كان بحدود 119,000 وتقريبا 291 مسافر. أي نعم، 291 تقريبا 300 مسافر، هذا رقم جديد. كسرنا الرقم السابق وكان 117,971. طيب نعم، فحوالي 1500 مسافر فرق. وأيضا بالنسبة للقادمين من السعودية من البحرين باتجاه السعودية، أيضا كسرنا الرقم بحوالي 1000 مسافر. كان العدد السابق حوالي 72,000، كسرناه ب 73,000 مسافر في اتجاه واحد من البحرين إلى السعودية. جميل. يعني برأيك خلنا نأخذ الرقم الأول، العابرين من البحرين باتجاه السعودية، وش كان سبب يعني زيادة هذا الرقم الآن؟ والله هي أسباب متعددة. كان إحنا متوقعين أن العدد يكون عالي، لأنه كان في اتجاه من السعودية للبحرين يوم بداية من يوم الأربعاء والخميس والجمعة، كان أعداد كبيرة باتجاه البحرين، وعادة يوم السبت هو يوم الرجوع. يعني في الغالبية غالبهم السعوديين طبعا يتجهون يعني خلال نهاية الأسبوع يكون تجاههم من ناحية البحرين في أيام الخميس والجمعة، وتكون والسبت أيضا، وتكون العودة يوم السبت. فدائما عندنا أيام السبت تكون هي دائما تحظى بأعداد عالية جدا من المسافر. نعم، يمكن الصور اللي نشوفها حقيقة يعني تفرض أسئلة كثير عند المشاهدين اللي ما مروا بالجسر أو اللي يشوفون الصور، أنه كيف أنتم في نقاط الجسر قادرين تتعاملوا مع كل هذه الأعداد؟ والله شوف، هي تحديات. يعني مساحة الإجراءات هي مصممة لأعداد أقل بكثير من الأعداد الحالية، يعني هي مصممة لأعداد 5,000 مركبة. عفوا، مصممة لكم؟ إلى 5,000 مركبة يوميا، يعني 5,000 سيارة يوميا فقط، يعني 15,000 مسافر. نعم، الآن احنا تقريبا معدلا يومي حوالي 34,000 أو 35,000 مركبة يوميا، حوالي 7 أضعاف. أضف إلى ذلك أن معدل المسافرين تقريبا الآن في بداية العام 2019 المعدل حوالي 80,000 مسافر يوميا، يعني مقارنة إلى 15,000 مسافر، وهي المساحة التصميمية لمناطق الإجراءات. هي تحديات، يعني مناطق محدودة جدا. أضف إلى ذلك والله يعني يا مهندس، يعني فاجأتني بموضوع الطاقة الاستيعابية أو التجهيزات في مقابل عدد المسافرين. احنا نتكلم على 7 أضعاف، يعني خلال كل هذه الفترة ما كان في حلول مثلا تطويرية للجسر، للنقاط، للاستيعاب؟ احنا نتكلم على 7 أضعاف، مو ضعف ولا ضعفين. هو حصل في السنوات الماضية طبعا، حصل في توسعات محدودة يعني في داخل مناطق، وايضا زادت عدد الكبائن يعني بتصاميم يعني مختلفه. زاد عدد الكبائن الان في بعض المناطق. طبعا كان في خطط عملت في السنوات الماضيه، طبعا هي ساعدت كثير في استيعاب هذه الاعداد، لكن يظل التحدي الاخر انه غالبيه المسافرين يندفعون في طبعا في ازمنه محدوده، سواء من السعوديه الى البحرين او من البحرين للسعوديه، فتحصل يعني الاوقات ساعات القدوم المسافرين في اي اتجاه يكون في اوقات او ساعات محدده، وهذا بحد ذاته هو تحدي. فيحصل عندنا ايضا ارتداد احيانا حوالي 2-3 كيلو على الجسر،
لكن الحمد لله يعني في جهود الإدارات العاملة في الجسر، ومن هذا يعني المكان أنا أقدم كامل الشكر لجميع الإدارات العاملة في الجسر من الجانب السعودي والبحريني، فهم يعملون بطاقة كاملة. استطاعوا الحمد لله يعني من التجربة الماضية ومن الخبرات المتراكمة اللي موجودة يعني استطاعوا أن يتعاملوا مع هذه الأعداد، والحمد لله سبحانه وتعالى يعني حتى أزمنة العبور هذا التحدي الآخر أن زمن العبور أصبح أقل بكثير من الأول. بصراحة يعني هذا السؤال اللي كان ودي أوصل له إذا تسمح لي بعد إذنك، كم زمن العبور الآن في فترة نهاية الأسبوع؟ كم يستغرق انتظار السيارات؟ احنا عندنا معدلات، عندنا نحسب قياس المعدل في ساعات الذروه تقريبا تصل بين الساعه الى الساعه ونص، يعني الا في حالات استثنائيه جدا يزيد عن هذا الوقت. ساعه ونص هو الحد الاعلى. اي نعم نعم، احنا قدر المستطاع نحاول حتى في الحالات الحد الاقصى نحمد الله سبحانه وتعالى يعني لما سددنا هذا الرقم لم يزد عدد يعني في اقصى حالات لم يزد الوقت العبور اكثر من 90 دقيقه، وهذا بحد ذاته يعتبر انجاز كبير جدا. طيب يعني في حالات سابقه اقل من هذه الاعداد كانوا المسافرين ينتظروا على الجسر 3 إلى 4 ساعات تقريبا. طبعا هذه جهود كبيره ليست بالسهوله. حياكم الله من جديد في أهلا، نعتذر المشاهدين والمشاهدات عن هذا الخلل الفني البسيط الذي حدث، ونستكمل معكم اتصالنا مع المهندس عماد المحيسن وهو مدير عام المؤسسة العامة لجسر الملك فهد المكلف. وللتذكير كنا نتحدث عن الأرقام القياسية الجديدة التي سجلت في عدد العابرين إلى السعودية وفي كلا الاتجاهين. مهندس عماد أرحب فيك مجددا وأشكر لك انتظارك معنا وتواصلك. حياكم الله. كنا قبل ما نطلع الفاصل نتحدث عن المدة الزمنية اللي وصلت إليها نهاية الإجراءات، وكنت تقول أنهم وصلتم إلى ساعة ونص كحد أقصى. سؤالي من متى والساعة والنص هذه هي الحد الأقصى؟ يعني انتهى زمن 3 و4 ساعات؟ طبعا هذه لها عدة أشهر وأسباب، طبعا هناك أسباب كثيرة. أن المؤسسة العامة لجسر الملك فهد بالتعاون مع الإدارات العاملة أنجزت جزء كبير من الخطة القصيرة، وهي مضاعفة عدد الكمائن في مناطق الدخول في كل المملكتين. بإذن الله تعالى احنا على السنة هذه 2019 حنبدأ أيضا مناطق المغادرة في الجانب السعودي والبحريني، فحنضاعف أيضا مناطق الإجراءات من 18 كابينة إلى 36 أو 37 كابينة. ما شاء الله الضعف. نعم، هذا ساهم كثير في عملية امتصاص الأعداد الكبيرة. ايضا هناك تنسيق، طبعا انا وضحت في البدايه ان جسر الملك فهد يتمتع بتعامل مثالي بين الادارات العامله، ويعتبر نموذج يعني في تنسيق مباشر بين الادارات العامله سواء في الجانب السعودي او الجانب البحريني، وهذا التناغم بين الادارات العامله ساعدت كثير في عمليه امتصاص الاعداد الكبيره التي توافد خاصه في نهايه الاسبوع. فالحمد لله يعني سجلنا من بدايه هذه السنه وحتى نهايه العام الماضي كانت الأزمنة تقل، يعني كانت السابق نصل إلى 4 ساعات وأحياناً حتى أكثر من هذا الوقت، يعني أعداد مماثلة قد تصل إلى أكثر من 3 إلى 4 ساعات. الآن نحمد الله سبحانه وتعالى أن المعدل العبور حتى في ساعات أقصى ساعات الذروة لا يتجاوز 90 دقيقة. طبعاً هذا ليس هو الطموح، هو ليس طموح، لكنه نحمد الله يعني في تحسن كثير. طيب لكن نعم مهندس، ال 36 نقطة اللي راح تزيدونها متى راح يبدأ العمل فيها؟ هي بدأ العمل بالنسبة للقدوم في المملكتين، بدأ العمل 36 تم الانتهاء من التنفيذ والآن هي تعمل. طيب جميل. نعم هنا 2019 هنبدأ في أيضا في الجانب الآخر اللي هو المغادرة في السعودية. طيب. وأيضا في البحرين حتضاعف الطاقة الاستيعابية في المنطقتين، ففي هذه الحالة إن شاء الله في 2019 أو بداية 2020 ستكتمل الخطة كاملة، وبإذن الله تعالى سيكون عندنا الاستطاعة أن نستقطب أعداد أكبر من هذه الأعداد، وتكون كلها تعمل في نفس الوقت مو في نقاط فاضية ونقاط مشغولة بموظفين. والله طبعا هي في تحدي، لكن إن شاء الله يعني نتمنى أن تكون هذه الكبائن يعني يكون في عدد كافي من الموظفين. طيب. في جميع المناطق، وإن شاء الله يعني الإدارات والمسؤولين يعني يعملون على أن يكون هناك عدد مضاعف من الموظفين خاصة في بعض النقاط حتى تتواكب مع هذه التوسعات. طيب مهندس أنا انتهى مع الوقت، بس عندي سؤالين سريعين إذا نأخذها في دقيقة أقول لك شاكر. الأول، هل هذه الأعداد والزيادة تؤثر على مسار الموظفين والطلاب؟ نوعا ما، يعني هي لا تؤثر بشكل كامل لكن تؤثر بشكل نسبي. لكن يظل الطالب والاحتياجات الخاصة يستطيع أن يمر في نفس الوقت. جميل. حلقتنا اليوم وفقرتنا القادمة عن ذوي الاحتياجات الخاصة، يعني أتمنى تكرمونهم على الجسر.
لا والله احنا ان شاء الله قايمين بدورنا ان شاء الله، ونحاول قدر المستطاع نطور خدماتنا لخدمة هذه الفئه العزيزه على قلوبنا جميعا. جميل. اخيرا، في تطبيقات منتشره في اجهزه الجوال تعطيك كم المده الانتظار اللي على الجسر، هل هي دقيقه؟ هل هي رسميه تحت اشرافكم ولا ما لكم علاقه فيها؟ احنا المؤسسه عندها تطبيق خاص فيها يعني، واطلق من حوالي 6 شهور ويعطي الزمن المتوقع، لكن احنا بصدد تطوير هذا البرنامج، وان شاء الله سنطلق النسخه الجديده وحتكون دقيقه جدا في غضون شهر من الان. وش اسم التطبيق؟ باسم المؤسسه العامه لجسمنا الفهد. جميل. مهندس تفضل. نعم. تفضل. احب اضيف، احنا الجسم الفهد لم يكسب رقمين فقط خلال هذه السنه. احنا كسرنا 7 ارقام قياسيه على فكره، يعني احب الاضيف هذا العام كسر 7. نعم هذا العام كسرنا 7 ارقام قياسيه، تتكلم على نهايه اسبوع، مجموع نهايه اسبوع، مجموع 3 ايام متواصله، مجموع 7 ايام متواصله، مجموع 10 ايام متواصله، عدد ايضا مغادره من السعوديه للبحرين كسرنا رقم قياسي، فهي مجموع الاعداد ارقام قياسيه اللي كسرناها خلال هذا العام حوالي 7 ارقام قياسيه. جميل. موفقين دائما وابدا. مهندس عماد المحيسن، مدير عام المؤسسه العامه لجسر الملك فهد المكلف، شكرا جزيلا لك. كان هذا حديث المهندس عماد المحيسن، وهذه الارقام والاحصائيات اللي ظهرت امامكم. كل التوفيق والنجاح والتقدم لهم دائما. وبعد الفاصل مكملين معكم. لا تزال شيكات الأحبة من ذوي الإعاقة والمخصصة لشراء سيارات خاصة لهم معلقة ولم ترى النور بعد، أصواتهم المتسائلة بلا إجابة حتى الآن، والحل ما زال تائها بين وزارتي المالية والعمل والتنمية الاجتماعية. عمر الوعود 5 سنوات وزمن الانتظار ما زال ممتدا، والرجاء كل الرجاء أن يجدوا ليس إجابة فقط بل تنفيذا يغلق هذا الملف ويرسم على محي الفئة الأغلى ابتسامة يستحقونها. اليوم ينضم إلي في استوديو يا هلا بكثير من الفخر والاعتزاز والشرف 2 من أحبتنا من ذوي الإعاقة، الأستاذ عمر الحميد والأستاذ طارق حدادي. أرحب فيكم معنا في يا هلا، وشرفتونا ونورتونا. الله يطول عمركم. طيب إذا تسمحوا لي بس أوضح للسادة المشاهدين والمشاهدات أنه قبل الحلقة كان حوار مع هؤلاء الأصدقاء الجميلين، وكنا نقول وش التسمية اللي يجب أن نقولها، نقول ذوي الإعاقة، ذوي الاحتياجات الخاصة، ذوي الهمم، فكان رأيهم أن نقول ذوي الإعاقة لأنه هو التسمية اللي موجودة إلى الآن، ونحن نحقق لهم رغبتهم في هذا الجانب، بس عشان تكون الصورة واضحة. وبسأل طارق في البداية، ليش اخترتوا أن نقول ذوي الإعاقة؟ ذوي الإعاقة لأن القرآن الكريم وصفنا بأن ذوي إعاقة، وأن مسميات الأمم المتحدة ومسميات العامة أن ذوي إعاقة، ليس معنى الإعاقة ذوي شحتة أو ذوي طلب أو ذوي سؤال، يعني أن ما نقدر نفعل أنواع معينة، ما نقدر نمشي فرضا، ما نقدر نتحرك حركات معينة، ولا نحن بأحسن حال والحمد لله. أما المسمى لا يغير أي شيء في الواحد، بل ذوي إعاقة أنه يحتاج إلى شيء يساعده نوعا ما، ولا كلنا الحمد لله مرتاحين وبفضل الله، وهو الذي نزل هذا الكلام علينا ووصفنا به. الحمد لله. أستاذ طارق، أنا جدا متشرف بلقائك وبهذا الوعي الجميل في الحديث، وشرفتني في الاستديو يا هلا. الله. أستاذ عمر، نشاركك نفس الكلام حول التسمية، وش تقول؟ والله أنا أنظر لها يعني مسمى طبيعي، يعني لا هو بيأثر في هممنا أو موضوع يعني مطبعي. لأني أذكر في استضافات سابقة لبعض الأصدقاء منكم كان يقول أنه إذا سميتونا ذوي الاحتياجات وذوي الهمم أنتم تعززون نظرة الشفقة لنا اللي إحنا ما نبغاها أصلا. صادق. وبعض الناس إذا سمينا ذوي الإعاقة أيضا يزعل ويقول لا لطفوا التسمية وقولوا كذا، فحبينا بس أن نوضح للمشاهدين والمشاهدات هذا الموضوع. طيب. نحن ذوي الإعاقة ونفتخر لأن الإعاقة نزلت علينا بطلب
من أرحم الراحمين، هو الذي مقدرها علينا، والواحد شيء مكتوب ما منه أي مهروب. الحمد لله، الواحد يرضى بالقليل يأتيه الكثير. جميل، الواحد يرضى بالقليل يأتيه الكثير. أنا والله أني متشرف بكم وأستأذنكم أن نبدأ موضوعنا، وش رأيكم بعد إذنكم؟ طيب أستاذ عمر، خلينا نعطي المشاهدين والمشاهدات في البداية مدخل للتسلسل التاريخي لصرف سيارات ثم شيكات، متى بدأ وكيف صار ومتى بدأت المشكلة؟ هو بدأ التقديم عليه عام 1435 تقريبا، يعني له الآن 5 سنوات من بدأ. كان يومها يوم بدأ سيارات. أي نعم، بدأت سيارات، فدفع يعني دفعوا كل دفعات نزلت، فصارت فيها خلل بسيط هم نوقفوها، يعني ناس استلمت الدفعة والدفعة الثانية لا، هم قالوا خلاص بنحولها إلى شيكات. كم قيمة الشيك؟ الشيك 150,000 ريال. هذه كانت في نفس السنة. في نفس السنة. طيب وبعدين؟ بعدين توقف من ذاك السنة إلى الآن ما صار أي شيء. توقف حتى الشيكات. حتى الشيكات. أنت من ضمن الدفعة اللي استلمت سيارة أو شيك أو ما استلمت لا شيء؟ لا ما استلمت شيء، لا شيكات ولا سيارات. إلى الآن. إيه. طيب لما طالبوا وزارة العمل وش يقولوا لكم؟ رحنا لهم عشان نسأل نستفسر وش صار وش الموضوع، قالوا عند وزارة المالية. طيب وزارة المالية شو تقول؟ المالية ما ترد عليهم. كذا متوقف الموضوع عندهم. لا هي أمر في صرفها ولا هي أعطانا السبب يعني التأخير وسبب ليش، يعني هل في شيء صاير؟ لا ما في شيء. عندك فكرة عن عدد الأعداد اللي ما استلموا إلى الآن لو تقريبيا؟ تقريبا 150 إلى 200 تقريبا شخص. إيه. طيب أستاذ طارق، أنت من الناس اللي استلمت ولا لا؟ نعم الحمد لله. كان في السيارات ولا الشيكات؟ لا نهاية السيارات، وبفضل من الله أنا الذي طلبت بشيكات، ولكن استلمت سيارة ولقد بعتها لأنها ما تناسب. بعتها؟ نعم ما تناسب المعارض لأن حجمها كبير جدا. زي الميكروباص. كبير جدا. وثانيا لأن لا يوجد بها جهاز، أنا خذيت تسعيرة من عدة محلات على أنهم يركبوا لي جهاز ينقلني من تحت إلى فوق إلا في السيارة كهربائي العربية نفسها، فقالوا لي بمبلغ تقريبا 80,000 الجهاز. ومفروض أن السيارات تيجي جاهزة ولا لا؟ نعم نعم، أنا لقد ذهبت إلى الوزارة القديمة شؤون وطلبت فيها بهذا الجهاز، ولكن لتعاستي قالوا لي ان المبلغ باهظ جدا، لو كان باهظ لمين يكون رخيص؟ وهذا التساؤل، اذا كان الجهاز غالي ب80-90,000 في السيارة لمين يكون رخيص؟ ويقولون نحن فئة غالية على قلوبنا، وش هذا الكلام؟ إذا ما أعطونا شيء نعتز فيه وشيء نحاول أن يسد ثغرة التنقل. يوجد أناس كثيرين جدا ذهبوا إلى منازلهم ومنازلهم بعيدة نوعا ما، ولكن السيارات توقفت بهم في الطريق، فسواقها هندي، هل الهندي للمرأة محرم لها يشيلها أو ينزلها؟ هندي أو غير هندي من أي جنسية؟ فهذه مشكلة تواجه النساء بالأكثرية ونحن الرجال نوعا ما، اللي هو فكرة الجهاز اللي ينقلك من الأرض للسيارة. فكرة الجهاز لابد آمنة، فكرة الجهاز المعاق عندما يدخل يركب السيارة لابد متآمن، بحيث حتى لو واحد لو قدر الله ضرب فرامل قدامك أو صقع السيارة من وراء أو صقعك أو شيء، أنت في السيارة ما تتعرض للأذى. أما الجهاز الذي كان في السيارة فإنه يرج مثل الموية،
يهتز. لماذا لا يكون آمن؟ أنا اقترحت عليهم على الوزارة هذا الاقتراح عام ما قارب 37 أو 37 في نهاية السنة، وقالوا لي غالي. إذا كان والسؤال هنا إذا كان غالي، إذا كان غالي علينا نحن، على من يكون رخيص؟ سؤال منطقي ومشروع، وحقيقة أنه من المفترض أنهم يجاوبون عليه، وتستاهلون من يخدمكم، مفروض أنهم خدمكم. طارق، أنت بعد ما حاولت معهم وما أعطوك الجهاز قررت تبيع السيارة؟ قررت أبيعها، لأن وجودها زي عدمها، بل بالعكس أخذت سيارة أخرى يعني، واستفدت من هذه. لماذا الجهاز غالي علينا نحن؟ نحن ذوي الإعاقة، طيب، الذين لا نقدر على مساعدة أنفسنا، على منه يكون رخيص؟ هذا السؤال الذي دائما أطرحه ويسأل نفسه الشخص. جميل. وصل عمر، أبغى أسمع تعليقك أستاذ عمر على مداخلة الوزير، بس ما أعرف إذا الفيديو جاهز يا شباب ولا لسه. طيب إذا الفيديو جاهز خلونا نشوفه. في لقاء مع الزميل عبدالله المديفر في برنامج في الصورة لمعالي وزير العمل والتنمية الاجتماعية، سئل على موضوع الشيكات وصرف السيارات، وخلونا نشوف إجابته. أيضا من الأسئلة موضوع شيكات المعاقين، ليش موقفينها؟ الملك أمر بها وحولها السيارات إلى 150,000 واقف عندها. والله إحنا الآن نتابعها، يعني أنا صراحة مرة ثانية أنا أقول لك هذا تقصير مننا، وقاعدين الآن نتابع مع وزارة المالية، وبإذن الله إن شاء الله نستطيع أن يعني فلوس ميب عندكم عند المالية ما جاتكم؟ لا، ميب عندنا ولا جتنا موافقة فيها، لكنه أنا يعني قاعدين الآن نبحث بأنه نضغط أن إن شاء الله نجيبها، وإن شاء الله بإذن الله نوفر. طبعا هي بدل للسيارات، وإن شاء الله أنا أقدر. خلال كم توعد؟ لا ما أملك القرار، أنا لو أملك القرار كان أقدر أوعد. أنا اللي أوعد أني راح أبذل كل جهدي. يعني الفلوس ميب عندكم عند وزارة المالية؟ لا، يعني ولا جتنا موافقة. وزير المالية المفروض تحرك، ولكن بإذن الله إن شاء الله وزير المالية متعاون معنا في كل شيء. طيب، لأنه خاصة أنه هذا يعني من الملك والمعاقين، يعني كل الطرفين المعادلة. صحيح. لا، بإذن الله نشتغل عليها. كان هذه إجابة الوزير، قال تقصير منا، وقال أنه راح نتابع الموضوع عند وزارة المالية، وقال أنه راح نجتهد في التوفير. منذ اللقاء حتى اليوم 5 أشهر ويومين بالضبط ولم يحدث أي جديد. أستاذ عمر تعليقك. ما صار شيء، طبعا راجعناها من ذاك التاريخ إلى الآن ما صار أي تجاوب. إيش يقول لكم من بعد كلام الوزير؟ ما في جواب، بدون جواب. يقول لك والله هي عند المالية. طيب عند المالية شو تسوي؟ عند المالية ليش ما نراجع المالية؟ ليش موقفها يعني؟ وش السبب؟ لابد في سبب معين موقف هذه الحاجة. يعني برر لنا شيء، قل لنا حاجة، سكتنا يعني بشيء مقنع يعني، صح ولا لا؟ يعني يقنعك بشيء معين، بس يقول لك لا ساكت خلاص عند المالية وبس. طيب تواصل مع وزير المالية، تواصلوا معه، ليش ساكتين؟ تواصلوا معه، شو الأسباب؟ يقول لك ما في مرد أبد. طيب بناء على كلام الأستاذ طارق وأنه تجهيزات السيارة أقل من المأمول، هل الأفضل اليوم لك ولزملائك يعني اللي تحدثت معهم السيارة ولا الشيك ولا المبلغ؟ في ناس والله تشوف السيارة، في ناس المبلغ. أنا أقول لك ليش المبلغ. المبلغ يمكن في عندهم التزامات مالية مثلا بعضهم، يعني يقدر يشتري سيارة على قد حالة يعني، مضبوطة يعني، ما أقول لك إرادية، مضبوطة. وبالمبلغ يقدر يسدد الأشياء اللي عليه، وظروف الأسرية، مصاريف علاج وزي كذا. طيب أستاذ طارق، ودي تشاركنا الحوار، وش رأيك في كلام الوزير؟ والله كلام الوزير الشيخ أحمد الراجحي كلام على العين والرأس، وهذه فكرة منه، وأنا أتمنى بنفسي أن تصرف للإخوان جميعا دون استثناء، سواء شلل طرف واحد أو 4 أطراف، لا يستثنون أي واحد، بل عكس الجميع بحاجة المبلغ وبحاجة السيارة. ولكن إذا أعطيتهم المبلغ يكون أفضل. لماذا؟ لسد أثرة بسيطة، وثانيا لشراء سيارة تناسب، ليس لازم لابد
الشخص أن يرفع رأسه بالهدوء تمشي الأمور. أي أفضل يسلم عامل سيارة جديدة ويصدم فيها أو عدم المبالاة فيها، أو يأخذ سيارة تمشي الحال يعني نوعا ما؟ أنا بنفسي ما أخذت سيارة الجمس، بل خذيت سيارة تساعدني بقيمة بسيطة لا بأس بها، مثل السيارات الهونداي، الكيا، أنواع كثيرة في السوق يعني أفضل من الغالية الجموز. وأنا أتساءل الآن الغلاء ارتفع، والغلاء كبير وكثير وعلى الجميع. إذا كان لدينا سيارات الجموز فكم سوف نعبئها بنزين؟ فإن البنزين الآن غالي جدا جدا. طيب، وبالذات علينا نحن ذوي احتياجات، ذوي صعوبة، ذوي إعاقة، لا نستطيع أن نصرف صرفيات، بدل ما يكون لنا دخول كثيرة مثل حساب المواطن، بدل ما يكون للمعاق أكثر من أي شخص، لأن 10,000 ريال لا تسد الغرض للشخص المتزوج. والله إني أفكر أدوخ من كثر التفكير، مو بعلي فقط، يوم أشوف حالات إخواني وعلى ذلك قطعوا من الإعانة. الإعانة كم هي؟ ماذا تفعل؟ الإعانة هي إذا جت مرة 1,600 شهريا. ماذا بتكفي؟ هل تكفي لوازم طبية، أو هل تكفي مصاريف، أو هل تكفي راتب السائق، أو هل تكفي علاج الأبناء أو علاج الأب صاحب الإعاقة؟ أنا بنفسي ذهبت إلى مدينة سلطان قبل أيام معدودة، وأريد أن أسوي عملية بسيطة، ولكن قالوا لي ما يقارب 50,000. المعاق من وين يأتي؟ هل يأتي بخمسين؟ مين اللي قال لك لازم تدفع 50,000؟ المستشفى، الخدمة، العملية الذي أريدها، البوتكس بالضبط. قالوا لي كذا، هل المعاق بقدرته أنه يدفع؟ أنه ليس مع كيس مليان ويدفع يسحب منه ولا يبالي، بل المعاق. وش كانت العملية بالضبط عشان بس نوضح؟ عملية البوتكس، إرخاء الأعصاب في المثانة. ولكن يوم قالوا لي كذا يعني سلمت أمري إلى الله، وأحاول في المستشفيات الحكومية أنها تساعدني. لا يفترض أنه لكم أولوية ولازم هذا الصوت يوصل وهذه الإشكالية توصل، يجب. نحن نتوظف في شركات وفي كل مكان. إذا تسمح لي أستاذ طارق، ثواني معلش، أبا أعطيك كل المساحة اللي تبغاها، وعد، بس أخذ الاتصال بعد إذنك وأرجع وأعطيك المساحة اللي تبيها لو مددنا وقت البرنامج عشانك، وبناخذ كل إشكالياتكم، بس لأن الأستاذ عبد الله الحارثي مأخرين على الهاتف فودي بس ناخذه. أستاذنك وأستاذ الأستاذ عمر بعد إذنكم. أستاذ عبد الله الحارثي حياك الله معنا في يا هلا. مرحبا، حياك الله أستاذ. أهلا وسهلا أستاذ عبد الله. زملائك معي من ذوي الإعاقة يتحدثون عن أهم المطالبات اللي يتمنونها اليوم. طبعا والله هذه لقطة جميلة، لازم أحيي الأستاذ عمر عليها، وبالهنا والعافية يا طارق. شكرا لك عمر، شكرا لك طارق، واجبكم احنا نشرفكم والله، شكرا لك. طيب استاذ عبد الله، كنا نتكلم على موضوع السيارات وشيكات المخصصه، وزملائك في الاستديو تحدثوا بما فيه الكفايه. يهمني اسمع منك وش ابرز المطالبات او الاحتياجات اللي تحتاجونها اليوم وبشكل عاجل. الله يحييك استاذ مفرح، حي الاخوان اللي بيمثلون
واحنا من عن طريق برنامجكم نناشد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الامير محمد بن سلمان بن عبد العزيز الله يحفظهم ويرعاهم بتنفيذ الامر الملكي السابق على حج على ايش استاذ عبد الله؟ حتى الجهات المسؤولة عن الشيكات بتنفيذ الأمر الملكي السابق وإحنا نريد إلا شيكات، يعني ما نبغى السيارات، السيارات هذيك ما تنفع لنا يا الله. يعني يبدو أنه في شبه إجماع على موضوع عدم مناسبة السيارة. طيب هذه نقطة. النقطة الثانية وش في مطالباتكم؟ نطالب زي ما قلت لك بالشيكات ونطالب برضو بالتوظيف، وظائف تكون تتماشى مع وضعنا الصحي. جميل. ورفع الإعانات وعدم إسقاط الإعانة والضمان الاجتماعي في حالة أن المعاف موظف، وكمان نداء لوزارة الأسكان بسرعة دعم من ليس لهم سكن ويسكن بالإيجار من ذوي الإعاقة بسكن مناسب لهم، وقبول أو إذا ما في سكن قبولهم في برنامج إيجار حتى يتوفر السكن. جميل. ورابعا وأخيرا أستاذ مفرح التأهيل الشامل، لماذا لا يقبل من أراد العلاج الطبيعي والوظيفي من غير النازلين به؟ أليس للجميع؟ والتمارين هي الأساس للحفاظ على صحة المعاق. نعم وصل صوتك أستاذ تفضل. وكذلك إنشاء ورشة في التأهيل الشامل لتصليح الكراسي المتحركة وجميع الأجهزة التي نستخدمها، لما نراه من جشع واستغلال لحالنا في المحلات الخارجية. جميل وصل أستاذ عبد الله، شكرا جزيلا لك ولمداخلتك معنا. أم عبد العزيز بتنضم إلينا بس إذا جهز الاتصال، باخذك أستاذ عمر بعد إذنك. في نقطة ذكرها في الأخير اللي هو عبد الله يقول ورشة لتصليح الكراسي المتحركة، في عندكم إشكاليات اليوم في توفر الكراسي في نوعيتها في إصلاحاتها؟ في نعم، أسعارها عالية، يعني يمكن أقل وحدة سعرها 3000 بشوي. ما تصرف من الجهات المعنية مثل وزارة الصحة؟ لا تصرف ما يكذب عليك تصرف، بس بعد مدة مراجعات كذا وتصرف. طيب شاركنا الحوار عن أبرز مطالباتكم. تكلمنا على موضوع السيارات والشيكات بما فيه الكفاية، وتكلم يمكن عبد الله عن أكثر من نقطة، أنت وش أهم النقاط بالنسبة لك؟ والله عندي التوظيف الشراحة شيء مهم للمعاق، يعني يمكن يتخرج من معاهد يعني مهنية زي ما قلت، فيحتاج إلى التوظيف، أتمنى أن الدولة تدعم الشيء ذا. يعني جميل موضوع التوظيف. نعم. أستاذ طارق يلا المساحة لك يا طويل العمر. أنا قاطعت قسما بالله علشان اتصال عبد الله، لأن مأخرين من نص الحلقة وما كان ودي أقطع حديثك الأول. تفضل. الله يحفظك الحديث الأول. أعذرني وتفضل. مهم مشكلة، أهم المطالب التي لابد التي تواجهنا في الحياة حلوة، والحياة جميلة، والابتسامة أجمل. ويد أخونا عمر عندما سقاني بالماء فهي خير وبركة، وهي الأجمل يده، والحمد لله. ولكن نحن نعيش في وضع لا يعلم به إلا الله جل وعلا، فكيف إذا كنتم تريدون تزوجون المعاق أو وتريدون أيضا أن يكون صاحب همة وصاحب ثقة وصاحب ذرية؟ وين السبل التي لديه عندما تساعدون في الزواج؟ وأشكر الجمعيات التي تساعد في الزواج، وهي جمعيات كثيرة جدا جدا تساعدون في الزواج. طيب ما فكرتوا فيما بعد الزواج؟ فيما بعد الزواج فالسكن، كيف يأخذ ذوي الإعاقة سكن؟ فإنه صعب عليه جدا أن يأخذ السكن، والمواصلات السيارات والمواصلات جميع المواصلات مفروض تخصص دون إرسال رسالة بالجوال إلى تاكسي لندن، إلى
أي شيء ثاني. جميل. طيب يعني وصلت أنت مطالباتك طيب تنضم للعمل في لسه هات بس اختصرها لي إذا سمحت علشان أبشر. وثالثا وثالثا الوظائف والقروض أن البنوك لا تساعدنا لكي نستطيع أخذ بالبدل الإعاقة، يقولون لابد كفيل وهذه مشكلة، ويوجد هناك المرافق العامة غير مهيئة بالإطلاق جميعا. وأخيرا أو قبل الأخير العمالة، لابد تخصيص لنا عمالة خاصة لكي تساعدنا. فهل من المعقول الشخص الذي عند أهله ينام أو في بيته ينام أو عند أسرته هل لا يحتاج إلى ممرض، إلى مساعد، إلى عربية، إلى عربية حمام، إلى رافعة، إلى مطالب كثيرة؟ فغلى المعيشة غالية جدا، والظروف والوضع المعاق لا يستحمل، بل المعاقين سيتفجرون من كثر العبء الذي عليهم، وفصلوهم من التأهيل. لماذا يا وزير العمل، يا ديوان ملكي، يا أصحاب القرار، لماذا يا خادم الحرمين، أناشدك يا ولي العهد، أناشدكم جميعا بالوقوف معنا. نحن أبناء هذا الوطن، إذا كان الواحد في بلده ولا يقدر أن يعيش معيشة هنيئة لنوعها. بإذن الله إن مطالبكم اللي قلتوها كلها توصل وصوتكم يوصل وكل الأشياء الناقصة بإذن الله تأتيكم، ومثل ما جاء الخير يعني سيأتي أضعافه بإذن الله تعالى. ونحن لا نريد أشياء كثيرة، ونريد أيضا مراكز تعالجنا علاج طبيعي، فإن الواحد إذا كثر الجلوس أو الشكل الرجول فإن الرجول تيبس. جميل. وصل سبارخ، وصلت كل هذه المطالبات. اختم وأكون لك شاكر جدا. ويوجد خطتين بسيطة، التأمينات لماذا لا تراعي المعاق؟ فالمعاق يحسب عن أربعة، ولكن في الدوام يقولوا له ما لك خروج، أن تجي ساعة 9 ساعة 8 ما تطلع ثنتين. المعاق يتقرح من تحت في المقعدة، المعاق يلزق ينشف جسمه. جميل. لابد حركة للجسمه. وصلت وأيضا كل هذه المطالبات. وأيضا ساعات العمل وسن التقاعد. أنت قلت لي طلع اللي عندك وخذ راحتك، وأنا أبغى طلع اللي عندك، وترانا متجاوزين الوقت إلى الآن بدقيقة دقيقتين، ولكن خذ هات. يا خادم الحرمين، يا خادم البيتين، يا ولي عهدنا، نحن في ذمتكم ونحن أبناءكم، فكيف ترضون علينا؟ وصل صوتك يا أستاذ طارق. وبإذن الله ونرجو أن تستثنى سن التقاعد. طيب. للمعاق. وفي آخر شيء أشكر أمانة منطقة الرياض على تخصيصها بعض الأندية الترفيهية أو التقوية لذوي الإعاقة مثل نادي المروة. جميل. في المروة. وإحنا نشكر لك حضورك معنا أستاذ طارق. لسه شيء بسيط، ولكن فيه يوجد نريد خدمة من خادم الحرمين وولي عهده الكريم، نريد أن يخصصوا لنا قطع منح أراضي، وإذا كان لدينا أراضي لا نقدر على بنائها ولا نقدر على نقلها من مكان إلى مكان، نريد مساعدة في هذه. يا خادم الحرمين، يا ولي العهد، أسأل المولى جل وعلا أن لا يهيجكم إلى أحد، بل أن يمد في أعماركم، أن يعينكم بكل خير، أن يرزقكم البطانة الصالحة الناصحة التي تعين على الخير.
وتدلكم على كل خير. نحن أبناءكم، نحن أبناءكم. أستاذ طارق شكرا، أتمنى مقابلتك يا خادم الحرمين، أتمنى مقابلة خادم الحرمين لكي يعرف ظروفي ولكي يعرف نشاطي. الحمد لله. سيصل صوتك بإذن الله أستاذ طارق. وبارك الله في الجميع. شكرا جزيلا لك ولحضورك معنا الأستاذ طارق حدادي. شكرا لك أستاذ عمر ولحضورك معنا. شكرا جزيلا. أنا لك أنا عندي كلمة واحدة. تفضل. أقول لك شاكر إذا قلتها باختصار. تفضل. أملي كبير في ولي العهد بإذن الله يوقف تعالى معنا وقفة إنسانية. الله يطول في عمره بإذن الواحد. يبت في الأمر هذا بس. شكرا جزيلا لك ولحضورك معنا فيها. هلا أبا أعتذر كثيرا للأستاذة أم عبد العزيز، كان يعني يفترض أن تداخل معنا ولكن يعني انتهى الوقت. أحببنا أنه نعطي المساحة كاملة عشان الكل يقول اللي في خاطره وانتهى معنا الوقت، فأرجو من أم عبد العزيز أنها تعذرنا. وبإذن الله أن ما طرحه الأستاذ عبد الله الحارثي والأستاذ طارق حدادي والأستاذ عمر الحميد من مطالب لذوي الإعاقة يعني وصل ويكفي ويغطي كل ما يريدونه من احتياج، سواء أم عبد العزيز أو كل هؤلاء الفئة الغالية اللي نتمنى لهم دائما التوفيق والنجاح. أتمنى من وزارة العمل ووزارة المالية أن تحسم موضوع الشيكات والسيارات. أشكر كل من تابع هذه الحلقة، أشوفكم بكرة فمان الله.